أمس شن الجيش الإسرائيلي غارة ضد كتيبة لحماس، ووجدنا أيضا أنفاقا في شمال غزة جديدة لنكشف عن كيف تستخدم حماس البنية التحتية، وأيضا استهدفنا مركزا للقيادة في جبال لحماس في الجباليا، وصدر منه خرائط وأسلحة وغيرها من المعدات، وتحديث من الحدود الشمالية بعد القصف من لبنان، استهدفنا بنية تحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية، وردا على الهجمات على الأراضي الإسرائيلية والمواقع العسكرية. وأيضا استهدف الجيش عددا من المناطق في القرى اللبنانية، ونحن أسقطنا طائرة معادية وقعت أسقطناها على الحدود مع لبنان. إن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح الرهائن كلهم وإنهاء حكم حماس الإرهابي وعدم السماح بأي تهديد لإسرائيل من غزة. والآن ننتقل إلى الأسئلة. شكرا. السؤال من جو بوليك برايت نيوز: أي يمكنك أن تشرح الأسباب خلف تدمير قصر العدل في غزة؟ في بداية هذا الحرب قلنا أننا سندمر بالكامل البنية التحتية العسكرية والحكومية لحماس. هذه الحرب ستنتهي مع عدم تمكن حماس من استخدام القطاع غزة كأساس لهجماتها على الشعب الإسرائيلي وعلى دولة إسرائيل كما فعلت في 7 من أكتوبر، وعندما لا تكون قادرة على حكم قطاع غزة وإخضاع شعبه لحربها من أجل هدفها بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل. أرجوك عدد القتلى من الجنود. عدد القتلى هو 4 و6 جندي منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر، بمن فيهم أولئك الذين سقطوا في 7 من أكتوبر وأولئك الذين سقطوا في العمليات البرية. أي يمكنك أن تخبرنا عن أن القادة الأمريكيين اليهوديين يلتقون بالقادة القطريين؟ لم نسمع عن هذه التقارير، ولكننا نبذل الجهود الدبلوماسية استكمالا لمبادراتنا العسكرية من أجل إطلاق السراح الرهائن والتواصل مع كل من يمكنه أن يعيد أن يؤمن إعادة الرهائن بشكل سالم. ليس من الكافي أن نطلق سراح النساء والفتيات والأطفال، نحن نريد أن نستعيد الرجال والجنود الذين حياتهم أيضا مهمة، ونحن نواصل الضغط عسكريا ودبلوماسيا. أي يمكنك أن تخبرنا عن احتمال لأن تدخل إسرائيل إلى أنظمة الأنفاق لدى حماس؟ رأيت هذه التقارير. نحن لا يمكنني أن أعلق على العمليات العسكرية غير ما يقوله الجيش، ولكن هناك تحدي فريد من نوعه للجيش الذي يحارب الإرهاب. هذه مع ساحة معركة فريدة من نوعها، لأن الأنفاق موجودة تحت المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمساجد، ونحتاج إلى آليات جديدة للدفاع، ولكن لا يمكنني أن أزيد عن ذلك. هل تفكر الحكومة الإسرائيلية بمخاطبة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحثهم على معاداة أو مناهضة حماس؟ نعلم أن حماس تخضع الشعب في غزة للإرهاب في السنوات 16 الماضية،
ورأينا التقارير عن بعض الأشخاص الذين يتحدثون بحرية أكبر بقليل ضد حماس مع بداية انهيارها، لا سيما المقابلات على الجزيرة الذين قالوا أنهم يعادون حماس ولكن يتم إسكاتهم. نحن نأمل أننا سنتمكن من دحر حماس وسنتمكن من إعادة الأمن لإسرائيل، وأن نمنح الفرص لفاعلين جدد في قطاع غزة يعون أن الإرهاب